مراسم وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته الرسمية إلى القاهرة. من المنتظر أن يتم استعراضها، خاصة وأن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف انتشار الجماعات الإرهابية والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويلها، وأن يشمل ذلك أيضا المواجهات العسكرية والتعاون الأمني وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية. هذه الزيارة تكتسب أهميتها مما يدور الآن في العالم من تفاعلات وقضايا مهمة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فربما يكون هناك توجه آخر لهذه الزيارة للحديث عما يتعلق بالوضع في القدس وأيضا الأحداث الأخيرة في اليمن. تواصل غير منقطع بين البلدين على مختلف الأصعدة وعلى مستوى الرئاسة والجهات التنفيذية، ومحاولات للتعاون بشكل أكبر وأوسع من خلال التواصل المصري الروسي، والذي وصل إلى ذروته في عام 2013 مع زيادة التعاون فيما يخص العلاقات العسكرية. هذه الزيارات المتبادلة وزيارة الرئيس الروسي إلى مصر تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. بالطبع كما يرى كثير من الخبراء والمراقبين سوف يتم التطرق إلى هذا الأمر خلال المباحثات بين الزعيمين. أيضا ما يخص الاتفاق على بناء محطة الضبعة النووية، كما يرى كثير من المراقبين أنه سوف يكون هناك تقدم كبير في هذا الخصوص. فيما يخص أزمة سوريا، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين يقومان بجهود كبيرة لحل الأزمة السورية. هذه الجهود أفرزت اتفاقات وقف إطلاق النار في سوريا، وبعد الإعلان الروسي بانتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، ستكون مسألة المستقبل السوري على مائدة مباحثات الرئيسين. فيما يتعلق بالمشاريع التجارية والصناعية الروسية المزمع تأسيسها في مصر، ربما نجد أن الشركات والمصانع الروسية تطمح إلى العمل في الشرق الأوسط وبشكل جدي، حتى وإن لم تحصل على مردود الاقتصادي المطلوب، فهي كما يرى خبراء الاقتصاد تبحث عما يسمى بالمردود الجيو اقتصادي في مصر. أما بالنسبة للملف الأهم وهو عودة السياحة الروسية لمصر، فهذا الأمر مرتبط ربما بملفات أمنية أخرى وليست سياسية كما يرى البعض بالأساس. فمن الممكن أن يتم التوصل إلى حل لهذا الأمر. فهناك احتمال كبير ربما أن هذا الأمر المتعلق بعودة السياحة الروسية سيكون على جدول الأعمال خلال هذه الزيارة. فمسائل تطوير العلاقات الروسية المصرية
في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وقطاع الطاقة والمجال الإنساني، من المنتظر بحثها فيما بين الزعيمين، أيضا تبادل الآراء حول النقاط الرئيسية لجدول الأعمال الدولي، لاسيما قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد زار مصر آخر مرة في فبراير عام 2015 في زيارة استمرت يومين لأول مرة منذ 10 سنوات. كما نتابع مع حضراتكم، يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي هبطت طائرته منذ قليل. في مطار القاهرة الدولي، وقد اصطف حرس الشرف على الجانبين تحية لضيف مصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له. استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فمن المنتظر أن يكون لهذه الزيارة مردود إيجابي في قضايا وملفات عدة يتطرق إليها الزعيمان، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الدولي. حديث ودي فيما بين الزعيمين عقب مصافحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوجهين إلى قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي. وبعدها من المنتظر أن تجرى مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالطبع نحن مستمرين مع حضراتكم لتغطية فعاليات هذه الزيارة وما يحمله جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. Да, фирма автобус.